المركز العاشر في هذا الأسبوع جاء فيلم الإثارة والفانتازيا بلاك بانثر واكاندا فوريفر في أسبوع عرضه الحادي عشر، وبمجموع أرباح تجاوزت 452 مليون دولار. وفي المركز التاسع جاء فيلم دراما ذا ويل في أسبوع عرضه السابع، وبمجموع أرباح تجاوزت 13 مليون دولار. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. أما في المركز الثامن فجاء فيلم الأنمي That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie Scarlet Bond في أسبوع عرضه الأول، وبأرباح بلغت 1.4 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول ميكامي الذي يتعرض للطعن من قاتل مجهول، ولكن يعود للحياة في عالم مختلف وعلى شكل كائن هلامي، هدفه خلق عالم يتقبل جميع الاختلافات والأعراق. وفي أسبوع عرضه الثاني حل الفيلم الكوميدي هاوس بارتي في المركز السابع، وبمجموع أرباح تجاوزت 7 مليون دولار. وفي المركز السادس حل فيلم الإثارة والتشويق بلين في أسبوع عرضه الثاني، وبمجموع أرباح وصلت ل 19.5 مليون دولار. Cutting right through the top of the storm. Listen, keep everybody in their seats, no exceptions, all right? أما في المركز الخامس فجاء فيلم الدراما والكوميدي أمان كولد أوتو من بطولة توم هانكس في أسبوع عرضه الرابع، وبمجموع أرباح تجاوزت 35 مليون دولار. يحكي الفيلم قصة أوتو متقلب المزاج الذي يعيش وحيدا في منزله، ولكن تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يصل إلى الحي بعض الجيران الجدد. وفي أسبوع عرضه الأول جاء فيلم الدراما والتشويق Missing في المركز الرابع في هذا الأسبوع، وبأرباح بلغت 9.3 مليون دولار. صناع فيلم سيرتشنج يعودون بفيلم جديد، ولكن هذه المرة عن قصة لغز اختفاء أم في ظروف غامضة ومحاولات ابنتها للعثور عليها بواسطة تقنيات بسيطة لتظهر بعض الأسرار الغريبة. No fun. Got it. وبتراجع بسيط من المركز الثاني إلى الثالث جاء فيلم الرعب ميغان في أسبوع عرضه الثالث، وبمجموع أرباح تجاوزت 73 مليون دولار. ميغان؟ أما في المركز الثاني فحل فيلم الرسوم المتحركة Puss Boots The Last Wish في أسبوع عرضه الخامس، وبمجموع أرباح وصلت ل 126 مليون دولار. Brother cats, sister kitties, meet your new roommate. وأخيراً بالمركز الأول جاء فيلم الإثارة والفانتازيا Avatar The Way of Water للأسبوع السادس على التوالي، وبمجموع أرباح وصلت ل 598 مليون دولار. Yes, that's all they see. I see. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكي عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع، من أبرزها الفيلم الرومانسي الكوميدي Maybe I Do